السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد عبر قناة الأنتيكة والعملات. في هذا الفيديو كنتوجه يعني الناس اللي ما تهتموش بجمع النقود المدنية، فهذه دعوة لهم بأن العملة هذه اللي كتطرد في السوق، فهذه مثلا أنا حصلت عليها من السوق خلال معاملاتي اليومية. اليوم عملة الجرافاتا هي عملة قيمة 1 درهم، ولكن اللي ما كيعرفش بزاف الناس ان هذه القيمه ديال العمله فهي الان كتتراوح بين 30 درهم حتى 40 درهم. 40 درهم وان العمله يعني ما بقاش كتداول، بقى باقي منها شي حاجه كدور في السوق، ولكن قليل اللي كيعرف قيمتها الا الناس اللي كيجمعوا العملات، فهم كيحاولوا يجمعوا الماكسيموم منها. وهذه العمله يعني غادا يوم بعد يوم يعني غادي الثمن ديالها كيرتفع لانه بدات كتشرح في السوق، وباقي شي حالات منها اللي كتروج في يعني بدات كتشرح، ولكن باقي منها شي حالات اللي باقي كتروج في السوق، يعني من خلال يعني المعاملات داك يمكن تحصل على شي وحده. فانا كنتوجه الناس اللي يعني ما تهتموش بجمع نقود معدنيه، فهاد العمله راه كتساوي بين 30 حتى 40 درهم، ويمكن لكم تبيعوها الناس اللي مهتمه بميدان جمع العملات، وهذه يمكنكم تحصلوا عليها يعني من خلال الصرف اللي كيكون عندكم، كيكون في الدار وشي حاجه. فانا كنتوجه لهاد الناس كنقول لهم هاد العمله ما بقاش قيمتها 1 درهم، يعني هذه العمله اللي فيها كرافاتا فهي كتزاد يعني الثمن ديالها يوم بعد يوم، وبزاف الناس كيهتموا بها وكيشريوها. انا كنشوف بزاف يعني بزاف الناس كيطلبوها يعني في السوق، فكنتمنى من الناس اللي يلقاها يعني يعرف قيمتها، راه ماشي 1 درهم. وفي الاخير كنتمنى لكم يعني رمضان مبارك سعيد، يعني يدخلوا عليكم الله بالصحه والسلامه، وعيد الفطر ان شاء الله تاوي يجيب السلامه والصحه، وارفعنا الله على الوباء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.